إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله ديالي بالنسبه لي وبالنسبه للمغاربه كاملين ومسلمين كافه اجمعين، والله يوفق الجامع للخير، والله ينصر الشهداء الفلسطينيين المساكين. والله كنطلب الله يوفق الجامع، والله يوفقنا جميعا حنا ومسلمين كافه اجمعين، والله ينصر الاسلام، والله ينصر أمة سيدي محمد كامله، والله يرحمنا ويرحم المسلمين ويرحم ابائنا واجدادنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم الشهداء الفلسطينيين المساكين. باش نقول لك الاجواء زعما انك تحسنت مزيانه، ماشي زعما انك فحال اللي كنا حنا كنعرفوا قبل. الحضاره ماشي هي، فهمتي؟ قدمك يعني كاين اجتهاد وكاين كذا، دابا كثار زعما انك الحقيقه الله زعما الحمد لله وشكر الله وشكرا لله العلي القادر. الله يرحم بابك. مبروك على المغاربه كاملين ودخلها بالصحه والسلامه، وعلى امير المؤمنين بالشفاء والعافيه. الله يثبت العمل ويجازي كل واحد اللي دار شي خير. انا ماشي من هنا، يلا اول ليله جيت هنايا والحمد لله جيت مع الاجواء ديال ختم القران، والله يجازيه بخير هذا الامام. ليله القدر من شحال هذه ودابا واش كاين تغيرات ولا لا؟ وكاين الحمد لله، راه كاين الشباب وكاين بزاف الناس راه كتعطي الجامع بزاف. الجامع عامرين تبارك الله، حتى كتعمر الساحات والازقه. والله يثبتنا على العمل ويشهد المؤمنين والمغاربه في الاسلام. علينا بالصحه والسالمين، وفرج على اخونا الفلسطينيين، هذا اللي تنتمنى الله. اللهم اجعل هذه الليله مقبوله، هذا الدعاء كلكم مقبوله لجميع المسلمين خصوصا اخونا فلسطين. هذا ما نقول لك، راه جايين منين؟ حنا راه جايين بعيد على حي بعيد، جينا باش نخدموا، ديما تنخدموا القران في هذا المسجد. هذا المسجد معروف في الخاتمه، كلش انت تشوف
كلشي الناس يجيو تيحضروا لهاد ليلة القدر. زعما دابا الناس كاين واحد الظاهرة هي الشباب، هي الشباب اللي ولاو تيقدموا على هاد الحضور اللي في هاد الليلة. هذه ظاهرة كاينة جديدة، كديك الساعة كتعرفوا الناس قدامي دابا تبارك الله انت تشوف الشباب كلشي حاضر الحمد لله. ليلة القدر خير من ألف شهر، نزله الله تعالى وتبارك غفرانا لنا ومحبة لصيامنا. وش نقول لك، ليلة القدر كيفرحوا فيها الناس بزاف، وكيخرجوا فيها الأولاد يصليوا حتى هما، وحنا يا فرحانين مزيانين، ونطلبوا الله عز وجل اللي يغفر لنا الذنوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا رب العالمين. الإحساس كان الخشوع، والفقي كان عيب كينا، الفقي بكى وكنا عنبكي معاه حتى حنايا. المهم شحال نقول لك، الختمة القرآن مزيانة، لا ما كاينش الفرق. ليلة القدر بحال المهم بحال دائما الإنسان اللي هو كيصلي، بحال ليلة القدر العام الماضي بحال دابا كيف كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومن الراحمين يا رب العالمين، إلهنا قد حضرنا ختم كتاب، إلهنا قد حضرنا ختم كتاب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وعبادك الواقفين معنا الآن بين يديك، أما نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربنا ما سجدنا لسواك ولا استغثنا بمن عداك، فأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا إذا نزلت الملائكة لقبض أرواحنا، ومددنا أبصارنا إلى أهلينا وأحبابنا إذا بكى علينا الحبيب. اللهم إنا نوقن أنك قد حكمت على العباد بالفناء، فليس لحي بقاء. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.